السلام عليكم وصبحكم الله بالخير ومساكم الله بالخير. شلونكم؟ يا رب تكونون طيبين. عندي تصوير عشان في نية سفر وما بي أوقف الشغل، فاتفقت مع أم محمد إن نصور 4 حلقات عشان قناتها، قناة بنت الكويت. وفعلا التقينا ورحنا مع بعض مول في الشويخ. أنا حضرته طبعا قبل وهو كان بشكل القديم، إنما شكله الجديد ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أولا هادي، راقي جدا، مريح، طاقته وايد حلوة وإيجابية، وسيع ومرتب، والزرع كل مكان، يعني 100 100. صورنا الحمد لله والله يسر لنا وسوينا 4 حلقات. أذن العشاء، قلنا على هالمول هالحلو هالكبير الجديد المرتب اللي ما تشبع منه، قلنا أكيد المسجد ماله أو المصلى مال المول يعني أكيد بنفس المستوى. الله أكبر الله أكبر، دخلنا المصلى أنا وأم محمد، ولا أثاري قرفة كهرباء اللي هي مالت التشغيل، يمكن 2 متر 1.5 متر، كفة كرسي، يعني 3 حريم يصلون بس، يعني عن حلال وحرام قاطي لهم كم سيادة وثوبين وبس. فأنا يعني أتمنى إن يفكرون فينا ويفكرون إن في مسلمين يصلون وملتزمين الحمد لله بالصلاة أي وقت نصلي وبأي مكان. على كبر المول اللي أنتم سوينا سووا المصلى، الله يرضى عليكم. في أمان الله.